بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 56 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. السائلة أم محمد من الخارج تقول: فضيلة الشيخ، رجل مريض لا يستطيع الوضوء ويذهب إلى المسجد بدون طهارة، هل يجوز له التيمم حين ذهابه إلى المسجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان المسلم لا يستطيع الطهارة بالماء، إما لعدم الماء أو لكونه مريضا يشق عليه استعمال الماء، أو لكون الماء قليلا لا يكفي لحاجته ولطهارته، فإنه يقدم حاجته، يوفر الماء لحاجته ويتيمم في هذه الأحوال. ثم إن كان يمكنه استعمال الماء في بعض الأعضاء دون بعض، فإنه يستعمل الماء فيما يمكنه استعماله ويتيمم عن العضو الذي لا يمكنه غسله بالماء. أو إذا كان عليه ضماد أو جبيرة، فإنه يمسح على ما عليه من الضماد أو الجبيرة على الكسرة وعلى الجرح، ويكفي عن غسل ما تحته. والتيمم عندما يريد صلاة يتيمم في المسجد، داخل المسجد أو في أي مكان يريد صلاة، إنه يتيمم عندما يريد الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا. الأخت تسأل عن دعاء الاستخارة، هل يكون قبل السلام أم بعده؟ يكون بعد السلام، يأتي بيصلي ركعتين من غير الفريضة، فإذا فرغ منهما وسلم يأتي بدعاء الاستخارة. نعم. تقول السائلة: هل على المعلمة التي تأذنت من مديرتها بعدم الحضور ظرف طارئ لكنها لم يحسب عليها غياب، وذلك لتوقيعها في ذلك اليوم؟ على حسب النظام، إذا جاء الموظف حضر وعرض له عارض يقتضي تغيبه أو خروجه فلا حرج في ذلك، لأن هذه العوارض تأتي على الإنسان ويعتبر في حكم الحاضر، لأنه جاء وباشر أول العمل، عرض له العارض هذا معذور. نعم. تقول السائلة: محمد، أسقطت وهي في الشهر الثالث ورمت هذا الجنين في حفرة، وثانية نفس الشيء أسقطت في الشهر الثالث ورمته، هل عليهما شيء؟ إذا كان لم يبلغ 4 أشهر فإنه لم تنفخ فيه الروح، يدفن في أي مكان. أما إذا تم له 4 أشهر فإنه يكون قد نفخت فيه الروح، فيأخذ أحكام المولود، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أنه أخذ حكم الإنسان. نعم. السائل أبو هيثم يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يصلي النافلة على راحلته، ما المقصود بالنافلة هنا وما هي الدابة؟ وفي وقتنا الحاضر هل هي السيارة؟ النافلة المراد بها صلاة الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي التهجد على راحلته أينما توجهته راحلته، وهذا من فضل الله على المسلمين أن يرى لهم فعل العبادة في حال السفر وفي حال الحضر، لأن لا ينقطعوا عن العبادة وعن الأجر. المراد بالنافلة صلاة الليل، والسيارة مثل الدابة، يصلي راكبها إذا كان يقودها، يصلي حيث توجهت به. أما إذا كان من الركاب فبإمكانه أن يستقبل القبلة، أن يستدير ويستقبل القبلة وهو في السيارة، وإذا كان لا يمكنه الاستدارة فإنه يصلي أينما توجهت السيارة. نعم. هذا السائل من خميس مشيط يقول: رزقني الله بأنثى منذ 2 سنتين ولم أعق عنها برغم قدرتي المالية على ذلك وعلمي بالعقيقة، فأرجو منكم إفتائي بماذا يجب علي الآن وقد مضت هذه السنوات؟ العقيقة باقية، بإمكانها أن تذبحها لأنها لا يفوت وقتها، فتذبح العقيقة عن الأنثى شاة واحدة، تأكل منها وتطعمها لبيتها وتطعم جيرانها وتتصدق على الفقراء منها، وهي عبادة سنة مؤكدة ولا يفوت وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا الأخت هيا عبد الله عن دعاء الكرب والهم والغم الذي ورد السنة. الشيخ ما ذكره الله عن
يونس عليه السلام حيث لا ربه وهو في الظلمات، وذنون يعني يونس عليه السلام إن ذهب مغاضبا ظن أن لن نقدر عليه أي لا نضيق عليه، فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. الأخت منيرة ألف ألف تقول هذا السؤال لفضيلة الشيخ، فسؤالي ومشكلتي يا شيخ، زوجي يسهر مع أصدقائه في استراحته حتى منتصف الليل وقبل الصلاة، أنا لم أرزق منه بأولاد منذ 7 سنوات وصابرة ومحتسبة خوفا من الطلاق، وهو مقصر في حقي وهو ضعيف الصلوات يصليها على حسب وقته وحسب قيامه، فأرجو منكم فضيلة الشيخ إذا هل يجوز لي طلب الطلاق من، وبماذا توجهون مثل هذا مأجورين؟ إذا كان يصلي فلا يجوز لك طلب الطلاق، ما إذا كان يترك الصلاة متعمدا ولو صلاة واحدة إنه يجب عليك طلب الطلاق إلا أن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على الصلاة، إنه لا يجوز للمسلمة أن تبقى مع رجل يترك الصلاة متعمدا لأنه يكفر بذلك. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وعلى هذا الزوج أن يتقي الله ويتذكر الموت والحساب وأن هذه الدنيا زائلة ولا يبقى له إلا عمل من خير أو شر، فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويحافظ على صلوات ويتجنب مجالس له والغفلة فإنها محسوبة عليه وضائعة عليه وسيندم عليها يوم القيامة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا الوقت الذي يضيعه الإنسان سيندم عليه ويكون خسارة عليه يوم القيامة، حيث إن الله مكنه من العمل وأعطاه العمر وضيع ذلك في اللهو واللعب، ضيعه فيما يفنى ويزول وترك ما يبقى ويستمر، هذه هي الخسارة العظيمة التي لا تعوض، عليه أن يتوب إلى الله وعلى أمثاله، كلنا مقصرون وكلنا مذنبون، فعلينا التوبة إلى الله والرجوع إلى الله وتدارك العمر قبل فواته، تدارك الزمن قبل انقضائه فإنه سنخسره يوم القيامة. نعم. إذن الشيخ الذين يسهرون هؤلاء الأزواج الذين يسهرون على في ساعات متأخرة من الليل يتركون الأولاد دون حاجاتهم، يضيعون حقوقا، يضيعون حق الله قبل كل شيء، ذلك بالتأخر عن صلاة الفجر أو النوم عنها، يضيعون حق الزوجة لأن الزوجة لها حق المبيت، لها حق المبيت، يضيعون حق الأولاد تفقدهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم المضاجع، هذا خطاب للوالدين، فهو ضيع أولاده ولم يقم بهذه المسؤولية. نعم. أحسن الله إليكم. سائل نون يقول في هذا السؤال صليت الظهر وبعد صلاة شفت أن في ثوبي دم نجاسة، فهل علي إعادة للصلاة؟ ليس عليك إعادة للصلاة، ولكن يجب عليك غسل الدم أو النجاسة للمستقبل، أما ما مضى ولم تعلم به أو علمت ونسيت صليت فإن صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. يقول هل من احتلم في نهار رمضان بدون قصد هل يفسد ضومه وذلك بسبب تفكير؟ من احتلم فليس عليه شيء، لأن الاحتلام ليس باختياره ولا يفسد صيامه، والمحرم كذلك لا يفسد إحرامه، لأن الاحتلام بغير قصد الإنسان واختياره يجري عليه بدون اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. نعم. السائلة عين ألف ميم من الرياض تقول فضيلة الشيخ الفوزان سلمه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ لي أخ أكبر مني يريد أن يزوج ابنته إلى أحد الأشخاص وهو ليس من العائلة، وأخي وابنته العروس وزوجته موافقون واختاروا هذا الزوج، أما نحن الإخوة والأخوات والوالدة غير موافقين على هذا الزواج، هل لنا ذنب في اعتراضنا على هذا الزواج مع أن الوالد وزوجته اختاروه؟ إذا كان هذا الزوج صالحا للمرأة دينيا وأمانة ورضيت به فليس لأحد حق الاعتراض عليها، أما إذا كان هذا الرجل لا يصلح لها فلكم حق الاعتراض.